اسمي وردة مصطفى علوش، بعرف عن نفسي بقول أنا معلمة دهان وصيانة خشبيات وجدار. هلأ أنا المشروع اللي بشتغل فيه أطلقت عليه اسم سميته مجموعة النجوم للصيانة العامة. حبيت أوضع لي بصمة في المجتمع، كل سيدة عندها طموح بتحب توصله، خاصة أنه أنا بلشت في حرفة غير تقليدية. كنت أنا حرفتي دهان، صرت أعرف أقص الحديد. المرأة قادرة، ما في إشي ما بتقدر عليه. الجائزة طبعاً اللي أخذتها كانت بداياتها مع وورد فود بروجرام، اتدربت عندهم. فيما بعد اخترت إني أكون الفائزة الأولى وعملت عدة دورات لعدة سيدة تعلمتهم كيفية الدهان. الجائزة كانت بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ستوب هانجر، كانت قيمتها 10,000 يورو. أخذتها وعملت فيها إنجازات كتير حلوة، من ضمنها اشتريت وسيلة التنقل اللي كانت عقبة في حياتي، اشتريت أدوات متميزة الستيم تبع تنظيف الحيطان، وسعت عملي في هذا المبلغ. جائحة كورونا أثرت على الجميع، انتقلت من منطقة ماركة لمنطقة المنارة، لأنه أنا بطل في عندي دخل إني أدفع أجار بيتي، والمعيل اللي كان إلي رحمة أخوي توفى، أنا تعرضت لحادث حرق. بالتدريج عمالي بطلع من هاي العقبات اللي واجهتها. حتى جائحة كورونا بنعتبرها قضاء وقدر، شيء تعرض له العالم كله، فمش راح أنا أقدر أوقف له بس لحالي. أنا الآن ساكنة مع 5 بنات وولد، هذول كلهم مسؤوليتهم ترمى على عاتقي، وأنا سعيدة بهذا الإشي بصراحة. بحس إنه بناتي فعلا مفتخرين في حياة بنتي. بقول إن شاء الله إنها يا ربي تطلع امرأة طموحة، حلو إنها ما توقف عند حد أنا وقفته. وبنصح كل سيدة في المجتمع إنها تثابر وراء حلمها البداية وتوصل له.